طبعا سلمى، اولى محطاتنا حنفردها للمساحه الطبيه. كثير بنعرف نحن وحسب دراسات واحصاءات عالميه انه امراض القلب عم تكون النسبه الاكبر بعدد الوفيات في العالم على مستوى العالم، مو بس بمنطقه واحده. طبعا امراض القلب الى منشا لعده اسباب، فينا نقول العادات الخاطئه يلي نحن بنتبعها خلال حياتنا، يعني من الاكل، من النوم، التدخين، هدول القصص، بالاضافه للقصص الوراثيه. وقت اللي بيكون حدا بالعائله عنده هذا المرض فكتير محتمل انه ينتقل لحدا من اولاده. أكيد رشا، أمراض القلب طبعا هي تصنف عالميا من أخطر الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة، يليها الأمراض أو الحالات أو التوترات النفسية. بالعموم في أمراض كتير أيضا خطيرة ممكن تكون مؤدية للإصابة بأمراض القلب. أما بفقرتنا الصحية والنفسية لليوم رح نحكي بشكل موسع إلى أي درجة ممكن تساهم الحالة النفسية بزيادة الحالة الخطيرة بأمراض القلب، وهل هي مؤدية إلى، هل هي سبب رئيسي بالإصابة أو لا؟ طبعا كل هالمعلومات رح يفرد لنا إياها ويجاوبنا الإجابة المضبوطة. معنا بالاستوديو الدكتور حكم دياب وهو اختصاصي نفسي. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك. هلا دائما بنقول نحن بنخاف على الأشخاص اللي بيكون عندهم عصبية زايدة، إنه مشان صحتك روق. نعرف دائما نحن إنه تلاصي بالأسباب النفسية ما فينا نقول بس القلب، هي بتأثر بشكل عام على الصحة، ولكن اليوم هيك حابين نخصص شوي بأمراض القلب. قد ايه اليوم الصحة النفسية متعلقة بمرض القلب تأثيرها المباشر؟ هلا بالحقيقة الارتباط بين الاضطرابات النفسية والأمراض القلبية أبعد وأوثق بكثير مما ممكن إنه نظنه، لأنه كل مرض قلبي كل بيرافقه وسيرافقه حتى لو ما كان يسبقه اضطراب نفسي، وكل اضطراب نفسي إن أزمن أو تعرض لمعالجة خاطئة أو بآثار جانبية للمعالجات سيسبب مرض قلبي. هلأ بتبدأ بحالات التوترات، حالات التوترات بتفرز هرمونات الشدة بالجسم اللي أهمها الكورتيزول. الكورتيزول بيساوي تغيرات بجدار الشريان، بتساوي تخرب بالطبقة الباطنة للشريان وتسمك بالطبقة العضلية، هذا مع مرور الوقت بيساوي ارتفاعات بالتوتر الشرياني، مثل اللي تفضلتي حضرتك العصبيين، هي نوبات العصبية مو بس نوبات ظاهرية، عم تترجم كيميائيا وعم تترجم بنيويا بأهم شيء تقبض، كل شيء أعضاء مجوفة بالجسم بيصير فيها اضطراب بحركتها، أهم القلب والأوعية الدموية. هالتغيرات بالتوتر الشرياني بتؤدي لتخرب البطانة، بتؤدي لتشكل الخسرات، بداية تشكل الخسرات. استمرار إزمان هالتوتر هذا بيؤدي كمان تسمك الطبقة العضلية بالشريان وتسمك الطبقة العضلية بالقلب، بيصير عنا الناتج الدموي القلب لما عم يضخه بيصير شو بيقل، بيصير عنا نقص تروية، إن كان نقص تروية قلبية أو نقص تروية للأعضاء المحيطية أهمها الدماغ. استمرار هالتسمك وهالجهد العضلي بيتطور بعدين لاسترخاء، استرخاء توسع الأجواف القلبية، صار في ضعف كان عنا أول شيء الضربة قوية كتير صغرت الجوف القلبي، هلأ صار عنا توسع بالجوف القلبي وصارت الضربة ضعيفة كتير، صار في كمان فتنة بمشكلة أعقد قد تترافق بمشكلة باضطرابات بنظم القلب. نعم. طيب دكتور حكم، خلينا نحكي اليوم أيهما أسبق؟ يعني دائما الناس بتسأل هذا السؤال، هل الحالة النفسية بالعموم هي مسبب لكثير من الأمراض؟ يعني بنعرف حتى يعني الدكاترة الهضمية بيقولوا لك الأشخاص اللي عندهم كولون عصبي أو اللي عندهم أمراض معينة الحالة النفسية بتأثر على هذا الشيء. أيضا هذا الشيء ينطبق على أمراض القلب، اليوم اللي عنده مرض قلبي ممكن يكون السبب النفسي أو الشدة النفسية هي مسبب؟ إيه طبعا طبعا. هلأ تصنف التوتر والكرب هو العامل السبب الأول للوفاة بالعالم. طب شلون بتصير الوفاة؟ الوفاة بمشكلة قلبية. بس هو لازم يكون عنده استعداد، مو ضروري. مو ضروري إزمان المشكلة القلبية يؤدي لنشوء مرض قلبي. يعني نحن حكينا صعي قاسي شوية بس بدنا نحكي الحقائق فيها. طيب إذا كان مؤهب قبلاً أو في قصة وراثية للمشاكل القلبية بالعائلة خاصة بأعمار قبل 40 سنة، هون لازم تدارك الأمر بشكل أسرع. طيب منجي للجهة المقابلة، صار معه مرض قلبي
لا سمح الله، يعني ما بدنا إن شاء الله الشفاء لكل الناس إن شاء الله، أو صار معه ارتفاع توتر شرياني، في سياق المعالجة القلبية أو المضادة لارتفاع التوتر الشرياني لازم وضروري تترافق بمعالجة نفسية. طيب المعالجة النفسية شو بتساوي هون؟ بتساوي ارتخاء، يعني بتكون مساعدة بإخفاض قيم أرقام الضغط الشرياني، بتكون مساعدة بتنقيص مستويات هرمونات الشدة بالجسم، بتكون مساعدة تخفيف الجهد القلبي، وهذا كله بيساعدنا بشو؟ تخفيف. تلاقي مثلا وصفات القلبية 5-6 أدوية، هون التعدد الدوائي بخف الجرعة، قيم الجرعة الدوائية للدواء الواحد كمان بتخف، الاستجابة على الدواء بتتحسن. ما استجابنا ما عملنا الاستشارة النفسية، ما صار في تداخل نفسي، رح نضل بهالدوامة. الارتفاع التوتر الشرياني، منزيد دواء منزيد جرعات دواء، ما تتحسن شهر شهرين رد رجعنا لنفس القضية، يعني مثل عم ندور بحلقة مفرغة، نغير لدواء تاني نرفعه لأرقام أعلى، ما عجبنا نغير الطبيب لطبيب 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 تاني، منوصل لآثار جانبية للدواء، تعقدت الأمور، صار بدنا أدوية كتير جرعاتها عالية، صار في تعدد دوائي كبير، صار في آثار جانبية كتير للأدوية هون. طيب حكيم، بداية هلأ الأدوية المهدئات العصبية بتتاخذ في حال إذا كان الشخص عنده إصابة بمرض القلب؟ هلأ هون المهدئات دائما وقعة سلبية على الناس، مرتبطة بشو؟ بالإدمان. تمام. إيه هذا الشيء، موضوع الإدمان بالعلاجات النفسية يعني نادر كتير إذا كان الطبيب ذو خبرة جيدة والمريض كان واعي. يعني موضوع المهدئات، ما في شيء اسمه موضوع مهدئات، تصنف إلى 5 أو 6 أقسام، فنحن مو ضروري بس مهدئات، ممكن في علاجات نفسية، علاجات نفسية سلوكية، إذا اضطرينا للأدوية النفسية فهي أدوية نفسية كتير لطيفة خفيفة تكون، وكتير ما بتسبب كل هالأمور الأوهام ذات الوقع السلبي اللي بتنتشر بالإنترنت واللي بكتبوها على الإدمان ورحتوا على الدكتور النفسي ويا لطيف وأخذ دواء نفسي ما عاد فينك تترك الدواء نفسي وتعودت عليه. هالأمور هي بتسيء للحالة العضوية اللي كان اللي كان معالجة نفسية بسيطة بتحسن الأداء القلبي. وهون فكرة حكيم، نحن دائما عندنا فوبيا من موضوع الدكتور النفسي، منلاقيه أنه عيب، ولكن هو أكيد يعني ثقافة الطب النفسي كتير مفروض تكون في توعية أكتر بين الناس لإلها. اليوم نحن كلنا يعني كل حدا فينا بحاجة، أكيد في شيء بحياته بحاجة أنه حدا يرافقه، إن كان نفسياً إن كان طبياً. منشوف نحن بدول برا يعني حدا أنه بيروح أسبوعياً عنده مشكلة عنده أي شيء بيشوف دكتوره، أما هون لا، يعني إذا بدك تروح بدك تروح بالمخفي. فهون المشكلة. فهي دائماً الشدات مثل ما تفضلتي حضرتك، أول شيء قلتي الكولون، دائما أول شيء تأثرا بالشدات كل شيء أعضاء مجوفة بالجسم من البلعوم لحتى الكولون، فهي بتضطرب حركتها. بيجي بعدين استمرار الشدات تجي على الأعضاء الثانية، على الكبد وعلى الطحال وحتى بتأثر على العظام فيها. أكيد يعني مثل ما حكينا بالبداية دائما الشدة النفسية هي أساس للإنسان، ممكن يصاب بكتير أشياء بجسمه بسبب الشدات النفسية طبعاً. خلينا نحكي دكتور عن العلاجات المتعرضة أو المتضاربة اللي بتيجي. بنعرف كتير في أشخاص بيقولك أنا ما بقدر أخذ هذا الدواء لأنه عندي مثلا أزمة قلبية، عندي أمور تانية، عندي أمراض بتتعارض مع بعض أنواع الأدوية، وكيف بيكون الحل بالنسبة لكم؟ طيب هلا الأدوية القلبية دائما إلى آثار نفسية، والأدوية إذا افترضنا في اضطراب مرض قلبي وفي اضطراب نفسي عم نعالجه بنفس الوقت، يعني كان مسبب أو ناتج عن هذا، في أدوية ما بتتشارك مع بعضها. هون يعتمد على درجة خبرة الطبيب وخبرة الطبيب القلبي والطبيب النفسي. ما بدي أحكي عن أسماء الأدوية، بدي أحكي عن الحالات اللي هي عندها هي الأدوية. شو هي الحالات؟ هلا كل الحالات ممكن ارتفاع التوتر الشرياني، في عنا أدوية نفسية ما بتنعطى بارتفاع التوتر الشرياني، في أدوية نفسية باضطراب نظم القلب يعني اضطراب دقات القلب ما بنعطيها باضطراب دقات القلب،
في أدوية نفسية باعتلال القلب الضخامي ما بنعطيها، في أدوية نفسية باعتلال القلب التوسعي كمان ما بنعطيها، في أدوية قلبية بنقص التروية القلبية ما بنعطيها. مثل هالشيء كمان بالأدوية القلبية، يعني منلاقي واصف له دواء قلبي، هذا الدواء القلبي له آثار نفسية مسببة لحالة اكتئابية شديدة. طب ليش أنت واصف له يا سببت حالة اكتئابية شديدة، ارتفع عنا النور أدرين الهرمونات الشدة، تخربطت المقاومة الوعائية، تخربطت وظيفة القلب، ردت عقدت الأمور القلبية. فهي الأمور لازم يصير في توازن فيها، تعتمد بدرجة أساسية على خبرة الطبيب القلبي وخبرة الطبيب النفسي. اليوم في مفروض يكون في تشاركية عند المريض بين الدكتور القلبية والدكتور النفسي، يعني طبعاً من ناحية الأدوية. الشخص اللي عنده مرض نفسي أو اضطرابات نفسية وموجود كما أيضا حالة مرضية بالقلب، في شيء ظاهري ممكن يظهر عليه، في نوبات حالات ممكن تصيبه؟ هلا أهم شيء منلاحظ عليه العلامات الأولى التعب، التعب على الجهد الفيزيائي خاصة بأعمار فوق 40. ونحن هلا مثلا بالعلاجات النفسيه بالادويه النفسيه في ادويه بدنا كل فتره 6 أشهر نعمل تحاليل او تخطيط قلب، مراجعات دوريه لها. في ادويه نفسيه بدنا عياراتها بالدم نطلبها. فهذا الامر اذا طلبه منك الطبيب النفسي او الطبيب القلبي لا تخاف منه. حتى في ادويه قلبيه لها عيارات بالدم، في تشاركيات فيها كمان ممكن ترفع عيار الدواء النفسي او عيار الدواء القلبي، بدنا ننتبه لهي الامور. اهم العلامات مثل ما سالتيني حضرتك التعب واحساس بالخفقان. بيشعر بخفقان بصدره؟ نوبات الخفقان مثل بحس قلبه عم يطرق بسرعه، والتعب على الجهد الفيزيائي البسيط، يعني مثلا طلع 4-5 درجات او مشي شوي بدا تعب ترافق مع زله تنفسيه، صار في بده يبذل جهد اثناء التنفس. ممكن هون حكيم يكون في انه شوي بهذا الوضع انه يكون بسبب التدخين مثلا، بسبب مو ضروري يكون انه في عوامل مشاركه. هلا اذا كان في تدخين، في كحوليات، في سكري، في ارتفاع كوليسترول، بس كلهم هدول بيصبوا بشو؟ على زياده الجهد القلبي. تمام. طيب دكتور خلينا نحكي كمان، اليوم لسه معنا شوية وقت بنقدر نتوسع أكثر عن الموضوع القلبي والأمراض النفسية. بالعموم كثير من الأمراض الجسدية ممكن يكون مرتبطة بحالة نفسية، حكينا قبل شوية عن الأمراض الهضمية وما إلى ذلك. خلينا نقول شو هي أبرز الحالات اللي ممكن أنت بتشوفها بالعيادة من عند حضرتك بيصير في هذا النوع من التشاركية، يعني بالمرض بيؤدي شيء لشيء معين؟ هلا بصراحة الاضطرابات النفسية ممكن تسبب يعني ممكن تأثر على أي جهاز بالجسم فوق ما ممكن نتصور، يعني ممكن تؤثر على عمل الكرية البيضاء، يعني تلاقي المناعة الجسم بتأثر على المناعة، بتأثر على والكريات البيضاء إلى أنواع كتير ممكن تأثر على الكريات البيضاء، بيصير عنده إنتانات، يعني بتلاقيه طول الوقت بيسخن، بيلتهب حلقه، بيلتهب أمعائه، بيصير معه سخونة كتير. ممكن تأثر لو كلامنا يعني شوي قاسي على الخلايا بيضاء إلا القاتلة، ممكن تسبب نمو تكاثر خلوي وسرطانات كمان بإزمان الاضطراب النفسي الشديد فيها. نحن كثير عفوا دكتور شائع عنا انه الكولون العصبي، يعني النسبه الاكبر طبعاً. الكل خلينا نقول الكل بسبب الظروف يعني بيكون عنده كولون عصبي. في انه ممكن يكون التشخيص احيانا هذا الوجع كمان بيعمل ضغط على الصدر، الكولون العصبي بيعطيك تشخيصات كمان انه بتفكر انه انت عندك مشاكل قلبيه، ولكن بعد الفحص السريري بيتبين انه هاد كولون عصبي. اليوم كيف قادر الطبيب او المريض يميز الحالتين؟ هلا اول شيء بدنا نميزها بيدخل بالتشخيص الكولون العصبي مثل ما تفضل الحالات القلبيه والمراره. بنميزها اول شيء بفحص سريري، وثاني شيء من الفحص النفسي. الكولون العصبي يعني 99.9% من الحالات في مركب نفسي
قلق في عنده، هذا قلق أقل شيء ممكن غالباً بيكون عنده كآبة مترافقة مع القلق، فهو بيشتكي من الكولون العصبي، بيروح عند الأطباء الهضمية، مضادات التشنج والألياف والحمية الغذائية. إذا ما تعالج المركب النفسي ما راح تستفيد شيء، إذا ما قد ما أخذت مضادات تشنج، قد ما أخذت حميات غذائية، قد ما عملت رياضة، قد ما ساويت، إذا ما تعالج، إذا ما تعالج هون تعدلت الكيمياء تبع هون مشكلة. ويمكن في كتير ناس بتجهل إنه بعض أنواع الأدوية اللي المريض النفسي بياخدها هي بتكون لها علاقة بأملاح الدماغ وبالتركيبات الكيميائية للدماغ وعملها، يعني هي بتكون حاجة ملحة، يعني الشخص لازم بيوصل لمرحلة ممكن يوصل ليأذي نفسه إذا هو ما تعالج عن طبيب. خلينا نحكي شوي اليوم عن الشدة النفسية بالعموم، بهي الظروف اللي نحن عم نعيش فيها بنلاقي في كتير أشخاص بيعانوا من شدة نفسية وبيرموا هذا الحمل على الآخرين، فبنشوف تكتر المشاكل، بيكتر العنف، بتكتر الحالات الاكتئاب وغيرها. قديش نحن اليوم بحاجة لنقدر بس هيك شوي طريقة نتحاور فيها مع نفسنا على الأقل حتى نعرف كيف نحل هاي الأمور. مثل ما تفضلتي حضرتك، هلأ الشدة النفسية بتجي موجة على أشخاص ذو طبائع مختلفة، فمثل ما عم تتفضلي أنه هذا اللي بيجي يكون عنده شدة نفسية بيحطها على الآخرين، أنا عندي مشكلة أنت السبب، لا أنت السبب، لا هو كل الناس السبب إلا هو ما له علاقة. هذا نوع من اضطرابات الشخصية، هذا مختلف عن الشدة النفسية اللي بتجي عليه بيتحطم وبيكتئب وبيصير همدان وما عاد فينه يكمش الكاسة قيمة من هون لهون، بيختلف عن اللي بتجي موجة الشدة النفسية بيصير عصبي وبيخانق وبده يقاتل وبده يكسر وبده يهادم، بتختلف عن موجة الشدة النفسية اللي بتجي عند واحد بيصير عنده اضطراب بالنوم، تختلف عن موجة الشدة النفسية اللي بتجي عند واحد بيصير بتفشش بالأكل، تختلف بالشدة النفسية اللي بتجي عند واحد بيصير عنده نوبات هلع. فهي الموجة واحدة ولكن حسب طبيعة الأشخاص، المقاربة فردية للشخص ما فينا نقول مقاربة جماعية. اليوم حكيم بهالضغوطات اللي عم نعيشها، فيعني تحس حالك يعني حتى قد ما حاولت اليوم انك تبعد عن هاي القصص ولكن انت بالمنتصف عم بتلاقي نفسك، يعني بنصائح دكتور اليوم كيف نحن، شو اهم النصائح الطبيه لنقدر نحمي على القليله اجسادنا يلي لها حق علينا؟ اكيد هلا بقدر الامكان نكون نحافظ على حالنا، على صحتنا، نحافظ على ادائنا الاجتماعي وادائنا المهني وعلاقاتنا العائلية وعلاقاتنا الاجتماعية. هالشدات نحن اللي فيها هي، إذا ما فينا نفصل علم النفس عن علم الاجتماع عن العلوم الأخرى، هاي الشدات بإذن الله بدها تروح، ما في شيء بيجي وبيضل دائما. الشدات مبتورة قالوها القدماء يعني حكماء العرب، فبإذن الله بمرور ما بنعرف إمتى بس أكيد بدها تمضى هاي الفترة. خلال فترة الشدة هي بده يتم تمحيصنا، بده يتم غربلتنا، بده يتم اختبارنا، نعتبرها اختبار لنا، كلامنا بجوز البعض يغضب منه هذا الشيء، بس هالشي قبلته أو ما قبلته بدك تمر فيه، بده يمشي، بدك تمر فيه تماما. وبالنهاية بده يمضى، إن كان علي أو عليك أو على المجتمع أو على البلاد أو على 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 على, على أي مجتمع، هذا ما في مجتمعات ما مرت بإذن الله بتمضى، بتحافظ على أدائك الاجتماعي، أدائك العائلي، أدائك المهني، بس تمضى من هالشدة وبتطلع أنت على إنجازاتك، هون بيجيك شعور بالإنجاز، شعور بالنشوة، شعور بالراحة، شعورك أنت حافظت على عائلتك، حافظت على نفسك، ما تصرفت التصرفات الاندفاعية الحدية اللي بيقولوا شو هالحياة وما عاد بدي وما عاد هذا، هون اختبار إلك، رغم كل كلامنا نظري وكل كلامنا مثير للغضب اللي عنده الشدة، بس شيء بده يمر، ما فينك تخرج من هالامتحان، امتحان مفروض عليك من الخالق. أكيد إن شاء الله يا رب دائما الصحة النفسية والصحة الجسدية للجمياع. دكتور حكم دياب الاختصاصي النفسي، بدنا نتشكر وجودك معنا على كل المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا دكتور لحضورك، وإن شاء الله هيك نصائح حلوة ناخد فيها دائما ومعلومات تانية بفقرات تانية، شكرا لحضورك. شكرا لكم.